مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء التواصل يستمر وانطلاقه شوطنا السادس للابكار المهجنات الاصايل الاذاع ومسافتنا هي 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى سرابة من تحتل في مقدمة الشوط وتأتي مع المركز الأول. مبارك بن سالم بن راشد السعدي من يقدم لنا سرابة مع البداية ومع المسار الأول من تعلن حضورها بهذا الانفراد والانعزال عن بقية المراكز بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. نقلة مباشرة مع المركز الثاني وراء الوصول في ثاني المراكز. مشاهدينا الكرام من وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنا وتقدمت مع المركز الثاني أرى في هذه اللحظات من تاتي هملولة. راشد بن علي بن خليفة الرميثي يقدم هملولة مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وراء الوصول وتقدم من رفيعة عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي يقدم رفيعة مع المركز الثالث. رابع المراكز وصول وقدوم وانطلاقة مشاهدينا الكرام من بروك عبد الله بن حمد بن وقاش العامري غيرت مباشرة إلى المركز الرابع. أما اللي في المركز الخامس من تاتي سمحة راشد بن علي بن راشد بن نديله المري. نقلة مباشرة مع المركز السادس وراء الواصلة سعيد بن منانة من يقدم الواصلة مع المركز السادس. أما اللي في المركز السابع تصل مشاهدينا الكرام وتنطلق في هذه اللحظات وتاتي جبار حميد بن محمد بن حارب الشامسي اللي في المركز الثامن وصول من الفريده. عبد الله بن محمد بن حزام بن نديله المري مع المركز الثاني. المركز التاسع وصول وانطلاق مشاهدين الكرام غيرت في هذه اللحظات وانتقلت مشاهدين الكرام تغير من مركز الى مركز بهذا المسار بهذا الرقص هو الانطلاق. يا سلام للمهجنات الاصايل قدوم هنا وانطلاق من شهني عبيد بن سعيد بن علي الزرعي ومن الجانب الاخر شعاع بطيب بن علي بن محمد بن واس الكتبي. ها هو النداء للمراكز المتقدمه. نعود مع البدايه نعود مع الانفراد اسرابه في مقدمه الشوط ومع المركز الاول. تعود الملكيه لمبارك بن سالم بن راشد السعدي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. المركز الثاني قدوم مشاهدينا الكرام وانطلاق من هملوله راشد بن علي بن خليفه الرميثي من تتقدم هملوله مع المركز الثاني. المركز الثالث الرفيع عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي مع المركز الثالث. رابع المراكز وصول هنا بروق لعبد الله بن حمد بن وقاش العامري. يا سلام يا بروق تغير من مركز الى مركز وعينها مع الناموس بروق. المركز الخامس سمحة راشد بن علي بن راشد بن نديله المري من يقدم لنا سمحة من تاتي مع المركز الخامس. المركز السادس جبار حميد بن محمد بن حارب الشامسي. سابع المراكز شعاع بطي بن علي بن محمد بن واس الكتبي مع المركز السابع. وصل الزرعي هنا عبيد بن سعيد بن علي الزرعي السعودي من يقدم الشاهنية. تغير من مركز إلى مركز تعود الملكية لعبيد بن سعيد السعودي الزرعي. يا سلام قدوم من الفريده عبد الله بن محمد بن حزام بن نديله المري من يقدم فريده مع المركز السابع. المركز الثامن تتقدم الواصله سعيد بن منان. يا سلام من يقدم الواصله. وفي تاسع المراكز ارى القدوم ارى الانطلاق ارى التقدم مشاهدينا الكرام من وصلت اللي هي الجذابه صالح بن سعيد القربوع المري. يا سلام يقدم الجذابه من تاتي مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز جواهر مجموعة من الجواهر سالم بن حمد بن بخيت الخيلي مع المركز العاشر. نعود مع البداية أكمل النداء للمرة الثانية للمراكز المتقدمة. نعود مع الصدارة ومع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من تسيطر سرابة في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هي منذ الانطلاق مسيطرة مع القيادة مسيطرة مع الصدارة. تعود الملكية لمبارك بن سالم بن راشد السعدي
في مقدمة الشوط وفي المركز الأول. المركز الثاني أرى اللي هي هملولة راشد بن علي بن خليفة هرميذي مع ثاني المراكز. المركز الثالث تتقدم سمحة راشد بن علي بن راشد بن انديله المري. وصلت بروك مع المركز الرابع. تعود الملكية لعبد الله بن حمد بن وقاش العامري. الشاهينية تنضم مع أربعة نجوم هنا مع المركز الثاني. يا سلام من تشكل الكوكبة الرباعية. سلام الشاهينية لعبيد بن سعيد بالسعودية الزرعي قادم من السلطنة ضيف مشاهدين الكرام من سلطنة عمان. القدوم والوصول مع المركز السادس. أرى القدوم في هذه اللحظات. الفريدة وصلت عبد الله بن محمد بن حزام بن انديله المري مع المركز السادس. المركز السابع شعاع لبطي بن علي بن محمد بن واس الاكتبي. أرى القادم هنا والواصل سعيد بن منانة قادم لنا وواصل بالواصلة مع المركز السابع. المركز الثامن جبارة أحمد بن محمد بن حارب الشامسي قدوم هنا من القذابة صالح بن سعيد القربوع المري. نعود مع المنعطف الأخير. نعود مع البداية. إسرابة مع البداية. إسرابة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ما سلمت المهمة. ما سلمت هذا المركز المطلوب في عالم السباق في عالم التحديات. إسرابة مع البداية. إسرابة مع المركز الأول. تكمل المسار مسار الناموس. ما زالت هنا في مقدمة الشوط يعلن حضوره مبارك بن سالم بن راشد السعدي. ولكن وصلوا القادمون. وصلوا القادمون. بدل اتجاه بدل انطلاق بدل رقص. يا سلام بدل ابداع في سن الامتاع في سن الاذاع. هنا هملولة تنضم مع المقدمة. ولكن من تحمل الرقم واحد وتحب هذا الرقم راشد بن علي بن راشد بن انديله المري يقدم لنا سمحة مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول. هملولة مع المركز الثاني من قدم لنا ملوح في هذا الصباح وهي مسيطرة بالتوقيت الافضل. كيلو متر اخير لا بعد كيلو. حرك اللي بيحرك روح اللي بيروح ينطلق اللي بينطلق. الفوز هناك الناموس طعمه غير. عاصمة الميادين ميدان الوثبة. وسمحة سمحة مع البداية سمحة مع مقدمة الشوط. ياهو رقص ياهو شوط من الابكار من المهجنات الاصايل. متعة اثارة تحدي ناموس. يا سلام سمحة 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 هي المسيطرة سمحة هي الاقرب. ولكن دير البال اربع نجوم اربع ابطال خمسة بالفعل قادمين بكل قوة وبالفعل اخذت الحيطة والحذر وبدت تباعد المسافة وبدت تنطلق. سمح يا سلام راشد بن علي بن راشد بن انديلة المري 500 متر اخيرة. ولكن شعاع شعاع الشمس شعاع الناموس قادمة بكل قوة. بطي بن علي بن محمد بن واسل اكتبي. يا سلام الكل بدي ينطلق الكل بدي يتوجه لمن الفوز لمن الانتصار. الرقص هنا مع المهجنات الابداع الامتاع. سمحة شعاع 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 يا سلام أشعة الناموس أشعة الانتصار أشعة الفوز هنا مع بطي بن علي بن محمد بن واسل اكتبي. بنسلم يا الحبسي بنرسل التهاني والسلام. يا سلام مشكور يا ابو نواس مشكور مشكور وهالي العوير على هذا الفوز والانتصار. هلا تهانينا والناموس البطي بن علي بن محمد بن واسل اكتبي. المركز الثاني سمحة راشد بن علي براهي بن انديله المري. المركز الثالث الفريدة لعبد الله بن محمد بن حزام بن انديله المري. والمركز الرابع اللي هي هملولة راشد بن علي بن خليفة رميثي. اما المركز الخامس وصلت مشاهدي الكرام بروك عبد الله بن حمد بن وقاش العامري. هكذا مشاهدينا الكرام المتعة والتحدي والإثارة. وهنا مشاهدينا الكرام في انتظار التوقيت الزمني هاي امامكم شعاع بطي بن علي بن محمد بن واسل اكتبي. ها هي الإعادة من المخرج العزيز وسام الهواري لك الشكر والتقدير. 9 دقائق 34 ثانية تمام من الإجزات. هانينا وناموس لملكة بطي بن علي بن محمد بن واسل اكتبي. المركز الثاني قدمت عرتش كر علي سمحة راشد بن علي بن راشد بن انديله المري. 9 دقائق 35 ثانية جزئين من الثانية. التهني والناموس لك يا بن انديله من قدم لنا سمحة. أما المركز الثالث بالفعل الفريد عبد الله بن محمد بن حزام بن انديله المري وقطعت المسافة 6 كيلومتر في زمن وقدره. 9 دقائق 37 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.